بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، نواصل الكلام على قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: وما لهم من ناصرين. قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن تفسير هذه الآية بما استطعنا، والآن ننظر فيما يظهر لنا فيها من أحكام. فيؤخذ منها أولا تغليظ عقوبة المرتد الذي لم يتب من ردته حتى مات، في قوله: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فمن مات على ردته فهو أشد الناس عذابا، كما في قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيؤخذ من مفهوم هذه الآيات أن الحث، حث المرتد في أن يتوب توبة صحيحة قبل أن يموت، لأن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة. وأما من لم يتب حتى حضرته الوفاة أو لم يتب أصلاً، وكلهم سواء، هذا مصيرهم: العذاب المؤبد الشديد، والعياذ بالله. ثانياً، يؤخذ من الآية أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة المرتد، توبة المرتد وغيره إذا تاب قبل الممات، لقوله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. وفي الحديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وهذا مهما تعاظم ذنبه فإن الله جل وعلا يغفر له إذا صدقت توبته وكانت في حينها قبل أن يحضره الموت. والله جل وعلا دعا الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، دعاهم إلى التوبة، فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. والله جل وعلا يفرح بتوبة عبده أشد من فرح الذي فقد راحلته في أرض مهلكة عليها طعامه وشرابه، ثم وجدها قائمة، يعني استسلم للموت تحت شجرة وانتظر الموت، فبينما وكذلك إذا براحلته فوق رأسه عليها طعامه وشرابه. فالله أشد فرحا من هذا براحلته، وذلك من لطفه سبحانه وتعالى وفضله، وإلا فإنه ليس محتاجا
إلى توبة التائبين ولا إلى طاعة الطائعين. قال تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وإنما التوبة والأعمال الصالحة ترجع فائدتها إلى أصحابها، والله يحب لهم ذلك تفضلا منه وإحسانا. رابعا، يؤخذ من الآية أن من مات على الردة أو مات على الكفر من غير إيمان قبل الموت فإنه لا أحد يستطيع إنقاذه من عذاب الله سبحانه وتعالى وما لهم من ناصرين. وهذا بخلاف الدنيا، فإن الإنسان يستنجد بعشيرته ويستنجد بأقاربه وأصدقائه تخليصه من كروبات الدنيا، أما يوم القيامة فلا أحد يلوي على أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالواجب على المسلم أن يبادر بالتوبة إذا صدر منه ذنب، ولو كان ذنبه عظيما فإنه لا يقنط من رحمة الله عز وجل وييأس من روح الله ويظن أنه لا توبة له. قد قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال جل وعلا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والذي يقول إن الله لا يغفر لهذا المذنب لعظيم ذنبه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل أنه كان ينصح أخله ويعظه لأنه وينكر عليه لأنه يراه على المعصية، ثم يراه اليوم الثاني، ثم فلما رأى أنه يكرر المعصية قال: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا أمر خطير، القنوط من رحمة الله أو تيئيس الناس، تيئيس الناس من رحمة الله وتخذيلهم عن التوبة ظنا أن الله لا يغفر لهم، هذا خطره على القائل شديد. وفي قصة الذي قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا ثم سأل عن أحد يفتيه هل له توبة، فدل على عابد وهذا العابد جاهل ليس عنده من العلم شيء، فقال له: ليس لك توبة. استعظم ذنبه وظن أن الله لا يقبل توبته، فقتله السائل وكمل به المئة، غضب عليه قتله وكمل به المئة. ثم سأل عن أحد يفتيه فدل على عالم،
فذهب إلى ذلك العالم فقال إنه قتل 100 نفس ظلما وعدوانا، فهل له من توبة؟ قال له العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هذا جواب العلم، والأول جواب الجهل. جواب العلم: من يحول بينك وبين التوبة؟ لا أحد يمنعك من التوبة، والله جل وعلا طلب منك التوبة، ولا أحد يستطيع أن يمنع الله أن يتوب عليك أو يمنعك أنت من أن تتوب إلى الله عز وجل، ومن يمنعك من التوبة؟ ولكن أنت بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج، تاب هذا الرجل وخرج من بلدة السوء قاصدا بلدة الخير ليكون مع الصالحين، فأدركته الوفاة في الطريق، فاختصمت به ملائكة الرحمة وملائكة اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون إنه جاء تائبا إلى الله عز وجل، ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط. الله جل وعلا أرسل إليهم حكما بأن يقيسوا ما بين البلدتين، فأيهما كان إليه أقرب كان من أهله، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما حضرته الوفاة جعل ينوء بصدره إلى البلدة الطيبة من صدق توبته ومحبته للخير. الشاهد من هذا أن الله يقبل التوبة الصادقة قبل الوفاة، ومن أي ذنب من الذنوب، من الشرك ومن الكفر ومن قتل النفوس ومن الكبائر ومن جميع الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا ولم يستثني شيئا مع التوبة الصادقة. وفي الحديث الصحيح: التوبة تجب ما قبلها، والهجرة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله. ففضل الله واسع، والتقصير إنما يأتي من قبل العباد، وإلا ففضل الله واسع ورحمته واسعة، ولكن العباد هم الذين يضيقون على أنفسهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للتوبة الصادقة، وأن يتوفانا مسلمين. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.